وهيك صار معنا خمر مسكر من عصير العنب بنسبة كحول 10%. رح ندوق كاس مع بعض. أصدقائي الجداد اللي داخلين على القناة، في عنا كائنات بهذا الكوكب عايشة معنا ظريفة كتير. كيف النحل بياخد رحيق بيعطينا عسل، نفس الشيء هاي الكائنات بتاخد سكر بتعطينا كحول في حال حطيناها بجو ما فيه أكسجين. الموضوع سهل جدا. طب هل فيه سمية؟ التخمير لا ينتج عنه سمية أبدا أبدا أبدا. السمية ممكن تكون خلال التقطير، إذا أخذته على التقطير على النار وبخرته وقطرته ممكن هون تكون في خطورة إذا ما عندك خبرة. في فيديو تفصيلي عن التقطير بتقدر تشوفه بالقناة. طب أنا إذا تلخبطت بالعملية خلال التخمير شو ممكن يصير؟ هل ممكن يكون شراب سام؟ لا أصدقائي أبدا، ممكن يصير معك شراب حمضي، شراب طعمه حامض جدا بس ما رح يكون سام، لأن ما رح يتكون الميثانول السام في حال دخول أكسجين. يعني خطأ دخول أكسجين رح يصير حمضي ما رح يصير سام. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم زفالوسا. بهذا الفيديو بدنا نعمل الخمر أو المبيت من عصير العنب الجاهز بطريقة بسيطة وفعالة جدا. رح يكون طعمه كتير طيب ومزاجه كتير حلو. بس تذكر دائما ها، don't drink and drive. لا تسوق وانت تحت تأثير الكحول، ولا تشتغل بآلات وانت تحت تأثير الكحول، ولا تشرب كتير. نبلش بالفيديو. أنا زفالوسا بتمنى لكم دائما شراب لذيذ ومزاج عالي. اوكي اصدقائي، عملنا كتير انواع مشروبات كحولية سواء من الفواكه او من الحبوب او من النشويات او من العصائر، بس دائما سيد المشروبات الكحولية وافضلها هو النبيذ، النبيذ من العنب، لان العنب نوع السكر اللي موجود فيه هو افضل انواع السكر اللي بنعمل منه خمر او نبيذ. فصديقي انت بتقدر تعمل نفس العملية سواء من عصير العنب الجاهز اللي بتشتريه من السوق، بس لازم يكون طبيعي 100%. هاي الماركة بتوقع معروفة لألكم، بس انا ما حبيت حط اسم الماركة. في كتير ماركات يعني عصير عنب طبيعي، اما عصير عنب طبيعي او بتجيب عنب انت بتعصره وبتصفيه جدا، بس ما تعصره بالخلاط بحيث القشور ما تنزل مع العصير، يعني عصره بإيدك أو بالهرس يعني لحتى تأخذ العصير صافي جدا بدون قشور. القشور بتعمل مشاكل إذا خليناها بالتخمير لفترة طويلة، يعني لازم يكون العصير نقي جدا. فأنا رح أعمل لترين ورح تكون نسبة الكحول حوالي 10%. العصير هاد نسبة السكر فيه 15 جرام لكل 100 ميلي. أي عصير أنت بتشتريه من السوق بيكون مكتوب خلفه نسبة السكر، يعني المفروض نسبة السكر تكون 15-16-14 ما تقل عن هيك، يعني مشان تطلع معنا نسبة الكحول حوالي 10%. فشو المكونات اللي بدناها لهدول اللترين؟ هلأ أهم نقطة هي الخميرة، لأن هي الخميرة هي اللي رح تعمل لنا الكحول. فبدنا لهدول اللترين 4 جرام خميرة لكل لتر جرامين خميرة. هلأ في نقطة مهمة جدا بموضوع الخميرة، في خميرة مخصصة لصناعة الخمور أو النبيذ، بس هي صعب جدا الحصول عليها بالوطن العربي، وبما أنه خميرة الواين أو خميرة الخمر يعني صعب جدا الحصول عليها، نحن بنستخدم خميرة العجين. بس خميرة العجين يعني الشيء اللي ممكن يكون سيء فيها انه ممكن اذا كانت الكمية اكتر بشوي يطلع لنا طعم يعني مو كتير ظريف، ونسبة الكحول بتكون فيها اقل. نسبة الكحول بخميرة الواين بتكون اعلى يعني، فمشان هيك نحن ما بنكتر، لكل لتر نحط جرامين فقط. فبدنا 4 جرام خميرة، وبدنا ظرف شاي ناخد شوية سائل منه، وبدنا 20 جرام بطاطا. البطاطا تكون سلقتها كتير يعني كأنه بدك تأكلها، وبدنا ليمونة، يعني كل لتر نحط له قدر معلقة صغيرة عصير ليمون. السكر أنا جبته بس لنشط الخميرة، فأنا رح نشط الخميرة، نحط بس معلقة سكر واحدة، ونحط 4 جرام خميرة، ونحط فوقهم مي دافية. فرحط مي دافية. المي أصدقائي المفروض تكون يعني حرارتها بحدود 35-40 درجة. المي السخنة إذا حرارتها أكثر من 60 بتقتل الخميرة، يعني بتفشل عملية التخمير معنا. فالدرجة إذا ما عندك مقياس حرارة يعني هي لما تعمل كاسة شاي وتتركها 10 دقائق بتقدر هيك تشربها كلها مثل ما هي، هي هي درجة الحرارة. خلينا نحط الخميرة على جنب بس بين ما تتنشط،
واختبر الخميرة، يعني لازم تختبر الخميرة. إذا كانت الخميرة فاسدة التخمير ما بيشتغل وما رح يتحول معنا السكر لكحول. الخميرة بنعرفها أنه شغالة بتبتدي تعمل فقاعات ويرتفع مستواها، فعلى بين ما تجهز الخميرة كمان رح حط شوية مي للشاي، يعني شوية مي بس، ناخد شوي من المادة اللي موجودة بالشاي. رح نحط العصير، ومثل ما قلنا أصدقائي معلقة ليمون صغيرة إلى كل لتر تكفي. هاي الأمور كلها ليش؟ هاي الأمور كلها بتخلي الخميرة تشتغل أحسن. ونحط 20 جرام بطاطا، بس نعملها قطعتين يعني مشان ما تعملنا شوائب. أصدقائي هلا هيك الخميرة ظهرت الفقاعات عليها يعني شغالة، رح نضيفها على العصير ورح نضيف الشاي. الشاي لوحده بدون الظرف يعني. هلا هيك صار جاهز معنا، بدنا نسكره بحيث ما يدخل له اكسجين ويخرج الغازات. هلا بتقدر تعملها بطريقه عبوه مانع الرجوع اللي فيها الخرطوم والكاسه، وبتقدر تعملها بهي. انا عم بستخدم الازاز، دائما استخدموا ازاز احسن. فانا رح سكرها بكيس، انت بتقدر تسكرها بكف مثل هذا يعني، بس انا كل مره عم بستخدم شيء مشان تشوفوا المتاح لكم. يعني كل الطرق تؤدي الى روما مثل ما بيقولوا، او كل الطرق نحن بدنا نمنع دخول الاكسجين. فهلا صار جاهز معنا للتخمير، بس بدنا نثقب الكيس ثقب واحد من جهه واحده يعني مشان يخرج الغازات ويمنع دخول الاكسجين. فهلا رح نتركه على هذا الوضع 15 يوم بالتخمير، بعد دقائق او ساعات يعني بنشوف الغازات ابتدت تخرج والكيس وقف. يعني مثل هيك انا عندي واحد ثاني عامله، هذا عنب، شايفين الكيس كيف ابي يخرج غازات، انا ساقبه مثل ما ثقبت هذا الكيس. بعد مثل ما قلنا دقائق او ساعات بتبتدي الغازات بالخروج. هذا بيعتمد على درجة الحرارة الموجودة عندك. الدرجة المفروض يكون فيها سائل التخمير ما بين 18 و 28، هي الدرجة بصير فيها التخمير بدون اي مشاكل. وهلأ بدنا نغطي اي شيء عم نخمره، دائما لازم نغطي. المبيت والضوء اعداء، ما بيحبوا بعض ابدا. رح اتركه على هي الحالة 15 يوم، وكل يوم نجي نعمل له حركة بسيطة مثل هيك نخلي السائل يتحرك والتفاعل يعني يشتغل. رح اتركه 15 يوم، برجع لكم بعد 15 يوم. اصدقائي هلا هيك بعد 15 يوم صار عنا المبيت جاهز، بدنا ننقله على الاناني الزجاجيه. لازم دائما الاناني اللي بدنا نخزن فيها المبيت تكون ازاز، يعني البلاستيك ما بيصلح ابدا للتخزين. فهلا بدنا نرفع هي لفوق مشان ننقله عن طريق الخرطوم، ما ننقل الرواسب اللي موجوده بالاسفل. هلا كمان في عبوات جاهزه الى تحت حنفيه او صنبور يعني، بس نحن عم نشتغل كل شيء منزلي يعني مو صناعي. فرح ارفعها ببطء لفوق مشان الرواسب اللي تحت ما تتحرك، وبدنا اي ماش يكون نظيف. طبعا اي شيء عم نشتغل فيه لازم يكون نظيف كتير كتير، لان اي شيء بيدخل على عبوة التخمير رح يعمل لنا طعم سيء، حموضة، مرار، يعني في كتير شغلات ممكن تصير اذا دخل اي شيء مو نظيف على سواء عبوة التخمير او الادوات اللي عم نشتغل فيها او الاناني. فبدنا قطعة قماش كتير نظيفة. هلأ في شيء بينباع لتصفية القهوة، هذا كتير كتير منيح لتصفية المبيت، بتقدر تصفي فيه. إذا ما عندك هذا الشيء بتقدر قطعة قماش كتير نظيفة أو قطن تصفي فيها بيمشي الحال. فهلأ أنا رح أنقل المبيت على أناني التخزين. طبعا بنسحب طبعا من هذا الطرف مثل ما بنعرف، إذا شي مرة سحبت بنزين من شي سيارة أكيد بتعرف كيف. فأنا أصدقائي رح انقلون وندوق كاس مع بعض. ندوق كاس مع بعض، بس قبل ما ندوق ناخد يعني قطعة شيبس، شيبس مالح. هلا هو المبيت او الواين مثل ما قلنا صديقه الجبنة، بس انت يعني بتقدر تاكل شو بتحب ما في اي مشكلة. مم.
يا سلام، كتير كتير طيب. نكهة العنب موجودة فيه بشكل كتير كبير، يعني رح تحبه كتير صديقي. يعني دائما أنا أفضل بيت العنب، يعني هو الأفضل عندي. طعم الخميرة ظاهر بشكل بسيط لأن ما كترنا، يعني هلأ أنت إذا بتقدر تحصل على الخميرة المخصصة للوين بيكون أحسن بكتير يعني، بس هذا الشيء مثل ما قلت صعب، فرح ناخد شفة تانية معكم مشان أودعكم. يا سلام، رائع جدا، ورح تعطيني لايك انا متأكد. بتمنى لكم دائما شراب لذيذ ومزاج عالي. اي سؤال بدك اياه سألني اياه بالتعليقات وانا اكيد رح جاوب عليه باسرع وقت. باي.